ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا أحد الإخوة أتى بكتاب صفة التفاسير، يكون موزع في المسجد، هل هناك يا فضيلة الشيخ ملاحظة على هذا الكتاب؟ نعم. يقول يعني وزع هذا الكتاب صفة التفاسير، صفة التفاسير للشيخ محمد الصابوني، في أغلاط، في أغلاط كثيرة، فينبغي عدم توزيعه، لأن أكثر العامة لا يفهمون الأغلاط، أما طالب العلم فقد يعرف الغلط وينتبه لذلك، وقد كتبنا لمؤلفه وبينا له بعض الأغلاط التي فيه، وقد كان وعدنا أنه إذا بلغ سوف يقوم بواجب من إعادة الطبع، نرجو أن يوفق لذلك، نرجو أن يعينه الله حتى يزيل الأخطاء التي بلغ إياه. في أجزاء معينة يا شيخ أخطاء؟ لا، في كل جزء بعض السنة. في الجزء في بعض السنة. نعم. وهذا السائل يقول: سمعت في حديث، قد كتبنا هذا وأرسلت إليه. نعم.